التجمع للجالية التونسية في فرنسا وفي باريس هو أولا تحية إلى أهالي سيدي بوزيد وترحما على شهداء سيدي بوزيد ومساندة لشباب ولأهالي سيدي بوزيد كافة في نضالاتهم الحالية ضد القهر وضد التفقير وضد سياسات الفساد التي أودت بالجهة كما بكل جهات الجمهورية إلى وضع اجتماعي متأزم جدا. هذا الوضع في تونس ذاهب إلى الاحتدام. رأينا تحركات اجتماعية قبل هذا التحرك في ولاية سيدي بوزيد في ولايات قفصة وفي جهة السخيرة في السخيرة في جهة قابس وفي فريانة وفي أكثر من جهة تونسية. وهذا التأزم نراه كل يوم في كل شبر من الجمهورية التونسية في الأحياء الشعبية بالمدن الكبرى، وهذا يحملنا إلى حالة يجب فيها على كل وطني، على كل شخص وطني، وعلى كل حامل لهم الشأن العام في البلد أن يحاول ترجمة هذا السخط الشعبي وهذا الغضب الشعبي إلى محاولة للتغيير الوضع التونسي، تغيير الوضع السياسي الذي هو من شروط الانفراج الاجتماعي والاقتصادي. هذه الوقفة الاحتجاجية بساحة كورون بباريس هي أبسط ما يمكن أن نقدمه هنا، تضامنا مع أهالي سيدي بوزيد، تضامنا مع شهداء سيدي بوزيد، تضامنا مع كل أهالي المنطقة الذين هبوا دفاعا عن حقهم في الشغل وفي الكرامة، والتي واجهتها السلطة كالعادة كالمعتاد بالقمع ومزيدا من القمع بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين. اليوم سيدي بوزيد مثل عديد المناطق المحرومة في تونس يهان أبناؤها ولا حق لهم لا في الشغل ولا في الحياة الكريمة، ونحن اليوم نجدد تضامننا مع سيدي بوزيد، مع أهالي سيدي بوزيد ومع كافة المناطق التي انتفضت في السابق والتي ستنتفض في المستقبل من أجل حقها في الشغل والكرامة. بوزيد لا توريث ولا تمثيل، احنا معاك يا بوزيد، لا توريث ولا تمثيل، احنا معاك يا بوزيد. جمعين تضامن مع أهالي سيدي بوزيد ومع كل اللي ناضوا في جهة سيدي بوزيد في منزل بوزيان، خاصة نعبروا على سخطنا ضد القمع اللي صار البارح في منزل بوزيان اللي مشى ضحيته شاب عمره 24 سنة. لذلك احنا ندعو كل القوات الديمقراطية للتضامن مع أهالي بوزيد في نضالهم من أجل الكرامة ومن أجل الشغل، وهذا مطلب عادل. ولذلك احنا كنا متجمعين وكنا غدوه باش نكونوا بالعدد هذا ولا اكثر قدام قنصليه باريس، وباش كنا ندينا لتجمعات في كل بلدان العالم للتضامن مع اهالي سيدي بوزيد ومع نضالاتهم الشعبيه. Yeah, the point.